عشان اعمل الكيكه دي هحتاج اضرب بياض البيض لوحده وصفار البيض لوحده. هبتدي ببياض البيض علشان ما احتاجش اغسل المضرب بتاعي، ومن بياض البيض اخده على صفار البيض على طول. هحط مع بياض البيض كمان شويه ملح او رشه ملح واضربه. دلوقتي البياض البيض بقى جاهز، هحط الصفار واضيف عليه السكر واضرب على طول. اوكي كده الصفار لونه بقى حلو وجاهز ان احنا نخلطه مع بقية المقادير بتاعتنا. اول حاجة هعملها ان انا هخلط الكاكاو مع الدقيق، بعد كده هبتدي اضيفهم لصفار البيض بالتبادل مع بياض البيض، وبرضو دايما نبتدي وننتهي ببياض البيض. الدقيق والكاكاو هدخلها في فرن يعني 170 تقريبا، وبعد كده هسيبها حوالي 10 دقايق ربع ساعة بالكتير وتكون جاهزة إن شاء الله. دلوقتي هاجي للمرحلة الثانية اللي هي نعمل فيها أحلى حاجة في الكيكة دي، الشوكليت تريو. كل نوع من أنواع الشوكولاتة ده أنا هقدمه أو هسيحه الأول، وبعد كده هخلطه مع الكريمة، كريمة مغلية على النار، وبعدين اخر حاجة لما يبرد خالص هاخده واخلطه مع كريمة مخفوقة ساقعة، وهو ده كل واحد من دول اللي هيكونه الشوكليت تريو. وبعدين فوق الكيكة اللي انا بخبزها دلوقتي هحط طبقة من كل لون من الوان الشوكولاتة، لما نقطعها هيبقى فيه طبقة كيك وبعدين ثلاث طبقات شوكولاتة مختلفة فوق الكيك. اول حاجة هعملها هنا ان انا هدفي المية، لان انا هحط الشوكولاتة على المية دي، فلازم المية ما تبقاش سخنة، المية يدوب لازم تبقى دافية علشان الشوكولاتة ما تتحرقش مني، وبرضو عشان ادينا شايفين في مية هنا عشان اخليها تبقى واصلة كويس من غير ما تحرق الشوكولاتة. هحط لها فوطة احطها تحت، وبعدين اجيب البول اللي هحط فيه الشوكولاتة بتاعتي، لازم طبعا يبقى بول معدن. في نفس الوقت هبتدي اغلي كريمة، هبقى اجيبها هنا هبدلها مع الشوكولاتة واغلي كريمة، لاني هحتاج احط الكريمة المغلية دي فوق الشوكولاتة، بس الاول اجيب الشوكولاتة. اوكي نبتدي بشوكولاتة الغامقة، هحطها على النار وهسيبها شوية لحد ما تسيح. في نفس الوقت انا عايزة اسخن الكريمة. ادي اول كمية كريمة، دي كمية الكريمة اللي هحطها مع الشوكولاتة. في نفس الوقت انا عايزة ابتدي بان انا اخلط الكريمة اللي هضيفها للشوكولاتات دي علشان ابقى جاهزة، هحطها في التلاجة، لان الكريمة دي مش لازم تبقى مخفوقة جامد قوي، انا عايزة يدوب بس اتخنها شوية، فانا هخفقها جامد قوي للاخر لان انا هرجع اسيبها في التلاجة فهي هترجع تطرى تاني، فدلوقتي هجيبها من التلاجة بس هغسل دول الاول. بول اضربه فيها، خليني اخد الغويط شويه ده علشان ما ترطش كتير. وانا هخلطها
هضرب الكريمة. اوكي دلوقتي ابص على الشوكولاتة، هشيلها من هنا، هجيب الشوكولاتة، لا خليني احط الابيض الاول، الشوكولاتة البيضة الاول، واجيبها هنا على النار واسيبها. الكريمة بتاعتي كانت غلت اوريدي. عايزة اقول لكم من احسن الحاجات اللي هتخلي الشوكولاتة بتاعتي في الاخر تطلع ملمسها ناعم، وكمان اللمعة بتاعتها تفضل فيها، هي ان انا ازود الكريمة على الشوكولاتة واحدة واحدة، ما احطهاش كلها مرة بعض. هاخد شوية صغيرين في الاول، اصغر كمية ممكن اخلطها بيها. في الاول الشوكولاتة هتكلكع واللمعة بتاعتها هتروح خالص، وبيقولوا ان دايما كل ما كان الشوكولاتة شكلها وحش في الاول هتدينا نتيجة احسن في الاخر، وده اللي هنشوفه مع بعض. في الاول فعلا هيبقى شكلها وحش اكنها باظت. نحط شوية صغيرين خالص ونبتدي نخلط. شايفين هي كده لسه فيها لمعة، بس اول ما تبتدي تشرب الكريمة هتقوم ماسكة على طول، وكل اللمعة اللي فيها هتروح وهتجمد وهيبقى شكلها مش حلو. شايفين اللمعة ابتدت تختفي وابتدت تنشف. شايفين بقت كمان اوحش، لونها بقى مرمل. شايفين الملمس بتاعها مش حلو، بس ده بالظبط اللي احنا عايزينه. يبقى في المرحلة دي هنزود كريمة كمان ونفضل نخفق او نقلبها كويس بالراحة في الاول. في العجينة دي برضو او في خلطة الشوكولاتة دي انا مش بحط كمية كبيرة من الكريمة زي ما مفروض، هو عادة بيبقى تقريبا بالنسبة للشوكولاتة الغامقة الكريمة بتبقى نفس نسبة الشوكولاتة، لكن في الوصفة دي انا بحط كريمة نص كمية الشوكولاتة مش قدها، لان دي هحطها زي التورتة فانا مش عايزاها انواع الشوكولاتة تسيح على بعضها. فدلوقتي انا لسه برضو ما حطيتش الكميه الكافيه انها ترجعها اللمعه اللي فيها جامده، بس برضو رجعت فيها جامده اللمعه موجوده، لكن هي لسه برضو مش متماسكه مع بعضها زي ما تكون فاصله شويه، ده معناه انها لسه محتاجه كريمه. بس انا بقيه الكريمه هحطها في شكل الكريمه اللي ضربتها هناك، وده هيخلي الملمس بتاعها يبقى حلو قوي تاني. خلي دي على جنب ونبص على الشوكولاته البيضه. اوكي الشوكولاته البيضه كده تقريبا ساحت، فاضل لها ثواني. الشوكولاته البيضه مش هتظبط بالكميه دي بس من الكريمه غير لما احط لها الكريمه المخفوقه، لان هي كده لسه عطشانه كريمه، لكن برضو ابتدت مش زي الاول. فاكرين الاول كانت ماسكه ازاي؟ دلوقتي ابتدت تبقى كده، بس برضو لسه محتاجه كريمه، هضيفها لها في شكل الكريمه المخفوقه. احنا اول نوع حطيناه هو الشوكولاتة الغامقة دي، واحط عليها شوية كريمة. الاول حط شوية كريمة صغيرين لان دول هضربهم جامد معاها، عايزاهم يسيحوا معاها يدوبوا معاها، مش عايزة الهواء اللي فيها دلوقتي. شايفين ابتدت تلمع تاني ازاي وتبقى حلوة ازاي، لان هي كانت زي ما قلت لكم محتاجة كريمة تاني. دلوقتي الكريمة اللي هضيفها لها، لا هقلبها معاها بالراحة خالص، وهي مش هتاخد كريمة كتير علشان انا عايزة شوية الهواء اللي فيها المرة دي. هبتدي اخلط كده من تحت لفوق بالويسك صحيح، بس برضو من تحت لفوق. هتبتدي تتحول تقريبا زي موس، بس موس ما فيهوش بيض ولا حاجة، وفي نفس الوقت أتخن طبعا من الموس شوية. وكده أدي أول طبقة شوكولاتة عندي، كده دي خلصت. أحط دول كده على جنب وأجيب اتنين بولز تانيين علشان أعمل فيهم الشوكولاتة
الحليب والشوكولاتة البيضة كده خلاص. دلوقتي أنا بقيت جاهزة إن أنا أحط الكيكة بتاعتي فوق بعضها. كويس قوي، لأن كده معناه إن ميعاد أكل الكيكة قرب. بصوا لونها حلو إزاي، بتلمع وسميكة. أنا يمكن أضطر أكلها وهي سخنة من كتر ما شكلها وريحتها حلو. أول طبقة هرصها كده وأتأكد إنها دخلت في الجناب، أظبطها، حاول أخليها نفس المستوى. وبعدين اللي هعمله إن أنا أجيب فوطة، ورق، وأنظف الجناب. ليه عايزة أنظف الجناب؟ عشان كل طبقة ما يبقاش الجنب متوسخ بالطبقة اللي قبلها، فمش هشوف لونها هي. أنا عايزة كل طبقة يبقى لونها باين، فهاجي كده وهمسح عشان أنظف الجناب خالص. وأبقى عارفة إن الطبقة التانية اللي هحطها لونها هيبان من الجنب. أنا بقية الطبقات مش هقدر أكملها دلوقتي لأن دي لسه سخنة، ولو حطيت نوع شوكولاتة تاني فيها هينزل فيها، هيغوص فيها. فأنا دلوقتي مفروض أدخل دي التلاجة لحد ما تجمد خالص، وبعدين علشان الطبقات ألوانها المختلف يبان هحط تاني طبقة من الشوكولاتة البيضة، وبعدين هحط تالت طبقة من الشوكولاتة الحليب. أنا حضرت واحدة قبل كده عشان تشوفوها، لأن دي أحسن حاجة نسيبها في التلاجة طول الليل عشان تجمد كويس. أدي التورتة بتاعتي. لما حطيتها في التلاجة طول الليل أنا غلفتها ببلاستيك عشان برضو ما تعملش وش. دلوقتي لما هشيله هنلاقيها حلوة وجميلة. وعلشان أطلعها من القالب بتاعها لازم أحط ممكن فوطة سخنة، فوطة مبلولة بمية سخنة حواليها، أو أستعمل البلو تورتش. دلوقتي هحاول اساوي الجناب، لان طبعا لما شلت القالب في شويه، ده طبيعي، في شويه اختلاف في وهو بيطلع. نمسحها كده عشان نبين الطبقات. هزوقها بالويبنج كريم.